مساء الخير، ايه رأيكم في لونا الجمال والحلاوة دي؟ اترمت في الشارع، ايه ذنبها؟ ايه ذنب قطة زي دي تترمي في الشارع عامية وحامل وهي ولدت عندي هنا، وانا هفرجكم دلوقتي اولادها بعد ما ولدت عندي. بس انا يعني بناشد الناس واقول لهم حرام عليكم، حرام عليكم، خلي عندكم رحمة. ليه حيوان زي ده يترمي في الشارع؟ ايه ذنب قطة زي دي؟ هنقول انها هربت، استحالة انها تهرب. وانت كنت فين انت يا صاحبها او صاحبتها؟ كنت فين؟ كنت فين لما هي مشي؟ ليه الناس فاكرة ان القطط والكلاب دي او الروح الضعيفة دي في اي وقت ممكن استغنى عنها؟ ليه؟ يعني انا عايزة اوصل الفكرة والمعلومة للناس ان الموضوع مش سهل. مش سهل على قط ان هو يقعد معايا سنة سنتين، ان شاء الله شهر، يقعد معايا ويطمني وكل حاجة، وفي الاخر اروح ارميه. وياريت ان انا برميه في مكان كويس. ده انا اغلبية القطط اللي عندي كلهم جايبهم من الشارع، وفي منهم شرازي كمان، ويعني كلهم مرميين في عز البرد واللي تعبان ويعني انا مش فاهمة ايه الرحمة راحت فين. معنى ان انا بنزل الفيديو ده ان انا بقول للناس اللي عنده قط تعبان او اللي مستغني عنه او اللي مش قادر يربيه او اللي مش قادر يتحمل مسؤوليته او اللي مش قادر ان هو يتحمل تكاليف علاجه يجيبهولي. انا ما اقصدش كده طبعا، انا اللي اقصده ان كل واحد ايه هيتحاسب على اي روح هو مربيها. انت اللي اخترت ان هو يكون عندك، سواء بقى انت وافقت ان القط ابنك يجيبه، بنتك تجيبه، مش عارفة فلان جابهولك. لا، مادام انت دخلته بيتك انت تتحمل مسؤوليته. دي روح هتتحسب عليها يوم الدين. خلي بالكو، خلي عندكم يكون رحمة يا جماعة. القطط دي بتحس، ما ينفعش ان انا بعد ما تقعد معايا وتتطمن لي او ما استغنى عنها. خلي عندكم رحمة، ربنا معاكم. لونا هي دلوقتي بقالها 15 يوم والدة وهم هيلا فتحوهم. انا اديتها عند الدكتور وطلع عندها مية بيضة، وانا ماشية معاها بعلاج، بس يا رب يجيب نتيجة يا رب معاها. وده المكان اللي انا عاملهولها علشان تبقى هي وعيالها مطمنة وما تخافش.